السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صعب يبقى معاك مشروع فيه فاميلي كتير جدا، فانت عايز تعمل لها اكسبورت، وفي خاصية موجودة في الريفت تقدر تعمل اكسبورت سيف از لايبراري فاميلي، لكن هو بيعملهم كلهم في فولدر واحد، فما تبقاش عارف الفاميلي بتاعت باب ولا شباك ولا، فبتعمل مشاكل كتير. طيب في حل ظريف اللي هي من شركة دي روتس، هقول له فاميلي ريفايزر. لا دي ممتازة جدا، بقول له الفاميلي دي الموجودة هنا بعلم كده، فانا اقدر اعمل لهم اكسبورت كلهم، وبيقول لي حد انت عايز تصدرهم فين بريفرنس، هتقول له هنا جروب اكسبورت كاتيجوري، جروب اكسبورت كاتيجوري، تمام، بحيث ان هو لما يصدرهم في كاتيجوري، وتبدأ تقول له اكسبورت، فهو يبدأ يصدر كل الفاميلي اللي موجودة في المشروع في الفولدر اللي اسمه دي روت فاميلي ريفايزر فاميليز. هتلاقي بتصدرهم في فولدرات، في فولدر مثلا للريلينج، فولدر للفاميلي بتاعت السايت، فاميلي بتاعت الويندوز كولومز، هياخد شوية وقت بسيط يعني ممكن ربع ساعة نص ساعة حسب حجم الملف، لكن في الآخر هتلاقي ان كل مثلا الباركينج موجود هنا، هتلاقي بقى عندك مكتبة قوية جدا، بالذات لو انت عندك مشاريع كتيرة تقدر تصدرهم كلهم بالطريقة ديت. والمزيد ان الأداة دي مجاني،